أنا الآن في الميقات في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة والمقيمون في مكة. لبيك اللهم عمرة عن المرحوم زياد محمود الغفارية بن فضية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. يعني الآن في بداية الطواف استكمال باقي منازل العمرة عن المرحوم زياد محمود الغفارية بن فضية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وعجل نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات احسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته، من كان مسيئا فتجاوز اللهم عن اساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح ابواب السماء وروحه وابواب رحمتك وابواب جنتك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد حسنا. اللهم انزل على قبره الطهار والنور والفسحه والسرور. اللهم قل من ضيق العقود والقيود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود في سدر مخضوب وقلب مهجور وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.